حتى نجمل في دقيقتين حصاد اليوم 25 أمام القضاء العسكري. الحكم الصادر البارحة في ضد نادي عكاشة يثبت سلامة التسريب الصوتي، ما عادش تركيب، ما عادش مونتاج، هو حقيقة الكلام هذاك صحيح، وبالطبيعة حكم غيابي. إيه وبعد سي مختار؟ وبعد على فكرة اتصل بنا عديد من الأشخاص يتحدثون عن مغيب أبنائهم الذين شاركوا في تحركات 14 جانفي وقع تتبعهم بعد رجوعهم إلى منازلهم. هذا أمر مثير للاهتمام. لما فوجئنا حقيقة بهذا الموقف نعتقد أن الوضع فيه كثير من القتامة، وضع لا يمكن السكوت عليه، لا بد من توحيد جميع الأصوات المعارضة. أقول لهم ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. نعم، على ذكر الإيقافات أعتقد هناك ناشط في جهة الصفاقس نحاول نذكر اسمه تم إيقافه أعتقد يوم 14 جانفي، وآخر من جهة جابس. وآخر من جهة جابس على خلفية يعني التهمة هي أمر موحش في حق الجمهورية، وفي الأمر الموحش في حق الشعب الأمر الموحش في حق الشعب ارتكب امورا موحشه في حق الشعب، الا ان القانون لم يتتبعه. على فكره الامر الموحش يتعلق بفعل لا بقول ولا بتدوينة، وهذا ما استقر عليه القضاء. ومع ذلك فان سلطه الانقلاب لا تزال تحاكم المدونين من اجل هذه الجريمه. هذا صوره للناشط، والله معذره نسيت اسمه، من جهه الصفاقس. هذا يعني هو ناشط سياسي اعتقد حموده، لقبه حموده، معذره الذاكره هربت. على كل يعني ما زالت هناك الايقافات، وصدق اعتقد الحبيب حموده، فعلا الحبيب حموده ناشط هذا السياسي. هذا نشوفه صورته في المسيرات سي مختار، من صور ذكرته الحبيب حموده او في الصوره هو اللي تم ايقافه. الصحفي محمد فريشان قال امر موحش في حق الجمهوريه، لكن الامر الموحش هذا في حق الشعب التونسي. الشعب التونسي طيب وبرا عنه في امر موحش، انسان طيب يسامح وبرا. شكرا جزيلا سيد مختار الجماعي المحامي ناشط الحقوق جليل السكر. متابعينا مشاهدينا نلتقي غدا ان شاء الله بدايه من الساعه 8:30 مساء بتوقيت تونس، في امان الله.